السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم حياكم في سوق واقف. إن شاء الله يا رب تكونوا استمتعتوا معنا في حلقة أمس، واليوم عندنا لكم حلقة جديدة فيها أسئلة منوعة. أسئلتنا اليوم جدا منتقاة، وإن شاء الله يا رب المعلومات اللي راح تسمعونها تستفيدون منها، وأهم شيء ما تنسونها. اليوم حاولنا نغير من سوق لسوق، كل مرة من داخل سوق واقف نروح لكم محل جديد عشان تعرفون معالم سوق واقف الجميلة، لكن دائما ما سوق واقف يتميز بشيء جدا حلو. مثلا قسم سوق الطيور اللي احنا اليوم موجودين فيه، شيء حلو ان كل واحد تلقى شخص كبير في السن جايب ولده ولا العيال الصغار جايين وشايلين طيورهم ويتمشون في السوق، اللي يشتري واللي يتعلم واللي يشوف له شيء جديد، الأمانة هذا شيء جدا جميل. وهذا شيء نوصيه ان احنا ما ننسى عاداتنا وتقاليدنا، وما ننسى موروثنا الشعبي الجميل. هواية الصقور والمقناص هي هواية جدا جميلة وعريقة ولها تراث أصيل. أتمنى من الجميع يعلم عياله حتى لو ما كان هو نفسه لا في الطيور، ما عليه، يجيبهم السوق يتعلمون يشوفون، يمكن هو ما يكون راعي طيور لكن يزرع بعياله حب الطيور، وهذا شيء بالعكس يشرف الرياجيل وشيء جدا جميل. وللأمانة أتمنى من الجميع أن يوصي دائما ما يزرع بعياله الهوايات، سواء من الطيور أو المقناص، السباحة، ركوب الخيل، أشياء جدا جميلة أتمنى العيال يستفيدون منها. أسئلتنا اليوم منوعة، منها تاريخية ومنها معلومات عامة، بس اللي بيجاوب على الأسئلة مثل ما تعرفين أنتم، وأنا إن شاء الله بساعدكم. لكن بالبداية وقبل لا أقول عن برنامجنا وأشرحه، أتمنى من الجميع نفس ما قلت أمس أرجع وأقول اليوم، لا حد يزعل مننا اللي ما يطلع على خط، للأمانة والله العظيم أنتم إضافة لنا، كل ما كثرت الاتصالات هذا دل على نجاح البرنامج. الاتصالات كانت من قطر شيء جميل، كانت من برا قطر بعد شيء جميل ويشرفنا. بالعكس إذا احنا متابعين من خارج قطر وصلنا إلى دول الخليج وغيره، بالعكس هذا شيء بالنسبة لي أنا أعتبره أكبر نجاح. لكن لا تحرمونا من اتصالكم، وأهم شيء أهم شيء أهم شيء رضاكم وسعة خاطركم، وإن شاء الله يطلع لكم خط كلكم وتفوزون وتنبسطون. احنا معاكم كل أسبوع خميس وجمعة، أرقام التواصل هي 5 4 1 8 1، اللي ما يلقى فرصة الأسبوع بيلقاها إن شاء الله الأسبوع الجاي إن الله أحيانا. مستمرين معاكم ولين ما كلكم يطيب خاطركم، وطبعا غاية لا تدرك هذه، لكن إن شاء الله أن أنتم كلكم تكونون راضين عننا وكلكم تشاركون معنا وتربحون جوائزنا اللي ما وجدت إلا علشانكم، وإن شاء الله كلنا نكون مبسوطين مع بعض. طبعا أرقام التواصل عيد 5 4 1 8 1، نبدأ نستقبل اتصالاتكم قبل البرنامج تقريبا بعشر دقائق، أساس اللي اتصلون من قبل لا تتعبون نفسكم. قبل البرنامج بعشر دقائق يقعدون اخواننا في البداله ويستقبلون اتصالاتكم، عندنا 9 خطوط مفتوحه علشان خاطركم، وبعد مو ملحقين، لكن هذا شرف كبير لنا نشوف الاتصالات والكميه العديده من المتابعين. طبعا عندنا ايضا مشاركه عن طريق هاشتاج البرنامج لاجمل صوره وجائزتها قيمه، اجمل صوره ممكن ترسلها من ملامح سوق واقف، اهم شيء ان الصوره تكون موجوده في سوق واقف، مو شرط معلم او مطعم او شيء، كيفك انت تختار محتوى الصوره، اهم شيء انها يعني تثبت انها في سوق واقف، يعني تكون سوق واقف مثل ما تعرفين، اي صوره تضغطها فيه يبين انها سوق واقف، متميز بالارضيه، متميز بالمباني، متميز بالمحلات الموجوده فيه، المطاعم، المعالم اللي موجوده فيه. فعلشان كذا اهم شيء صوره من سوق واقف. هذه اللقطه قاعد نطلعها لكم على الشاشه مباشره من كاميرا قناه الريان في سوق واقف، من نفس الزاويه اللي دائما نطلعها لكم. شوفوا الزحمه اللي موجوده في السوق، جماليه الوان، حتى الوان يعني للي يحب انه يصور الوان متناسقه، يعني انت ما عليك الا تجيب كاميرتك، لا تجيب اضاءه ولا هم يحزنون، كاميرتك بس والقط لنا اجمل صوره، وان شاء الله يا رب تفوز معانا ب 3000 ريال. اليوم بدينا عكس، خلينا نبدا معاكم من الجائزه اللي هي هاشتاج البرنامج اللي ذكرته لكم، 3000 ريال تربحها اذا جبت لنا صوره، شاركت على هاشتاج البرنامج، كتبت اسمك الثلاثي، تاج القناه الريان والهاشتاج، وان شاء الله يا رب تربح اجمل صوره. اعيد وازيد اقول مروا على الهاشتاج سواء انت مشارك او غيره، مشارك تاكد ان صورتك انزلت، مش مشارك تفرج، يمكن يجيك حب او شيء لها الهوايه ونستفيد احنا ان كسبنا مصور جديد. ومرحبا بكم واسهل الجميع، بيبان 12 باب، انتو حظك شلي ورا البيبان. باب سؤال على الطاير، سؤال على الطاير، سؤال واحد جائزته 1000 ريال، جاوبت عليه صح خذيت ال 1000 ريال، جاوبت عليه غلط ما راح تربح ال 1000 ريال، راح تخرب على المتصل اللي بعدك لانه هو راح ينتقل له الاتصال. ان شاء الله يا رب كلكم تربحون وكلكم تنبسطون ولا احد يزعل مننا، هذا اهم شيء. عندنا فقره فيديو، طبعا فقره الفيديو هذه دائما ما انا اخليها اختياري للمتصل، اللي عنده معلومات عن قطر، معلم في قطر او منطقه يقول لي ابي الفيديو،
اذا طلع له سؤال على الطاير. عندنا الحق ما تلحق، الحق ما تلحق 3000 ريال. الجواب الاول ب1000 ريال، خمس اسئله، الجواب الاول ب1000 ريال، اللي بعده 500 ريال، تجمع 3000 ريال. الاسئله صح ام خطا جدا بسيطه، عندك دقيقه لازم تجاوب عليها، عشان كذا خليناها صح ام خطا. عندك دقيقه لازم تجاوب على الخمس اسئله، انا بكون سريع معاك وان شاء الله ان كلامي واضح. ما المهم ان انت ما تفكر تتشتت، تاخذ اجابه من هذا تاخذ اجابه من هذا، اخشى جواب غلط. اول اجابه بتنطقها راح اخذها، يعني تقول لي صح عقب تقول لي خطا، لا باخذ صح لاني راح اكون سريع معاك. نبي نلحق خمس اسئله قبل لا تخلص الدقيقه، اذا خلصت الدقيقه واحنا تونا في سؤالين ولا ثلاثه راحت عليك الباقي. جواب غلط والله انه يروح عليك سؤال كامل وما سمعته اصلا. فاتمنى التوفيق للجميع. عندنا باب واحد في كل حلقه، 12 باب، باب واحد فقط هو السؤال الذهبي. السؤال الذهبي ب 5000 ريال، 5000 ريال باب واحد من 12 باب. انت حظك اذا طلع لك سؤال بسيط تجاوب عليه 5000 ريال. اتمنى الجميع بالتوفيق ان شاء الله. والحين خلوني انقطع نفسي والله وانا اشرح لكم، خلوني الحين ابدا معاكم اتصالاتي. فهد حياك الله يا فهد. يا مرحبا. حياك الله يا فهد، انا اتكلم بسرعه يا فهد صح؟ صح. ابي الحق عليك، ابي متصلين كثار، ابي 12 باب تروح. يا مرحبا بك يا فهد. فهد مرحبا. الله يرحب بك. مستعد انت اول ما اتصل؟ ان شاء الله مستعد. ان شاء الله يا رب. احساسك يقول انك تاخذ ذهبي؟ ان شاء الله. يعني انت محظوظ كذا في حياتك، انت محظوظ؟ صحيح. يا سلام عليك يا فهد. يلا يا فهد بطلع البيبان قدامك على الشاشه، اختار لي بان. فهد مرحبا. الله يرحب بك. الظاهر في حد جنبك قاعد يحاول يتصل، اسمع صوت مشغول. فهد هذا البيبان قدامك على الشاشه، ها اي باب؟ باب رقم 10 ان شاء الله. شو تتوقع فهد؟ ابي توقعات مش اماني، اماني كلنا نتمنى السؤال الذهبي، انا بعد اتمنى السؤال الذهبي وانا قاعد هنا. شو تتوقع؟ السؤال الذهبي ان شاء الله. يعني توقعاتك انك تاخذ السؤال الذهبي؟ ان شاء الله. محظوظ انت. يلا باب رقم 10، نقول بسم الله نفتح الباب؟ نفتح. باب رقم 10 افتح يا باب، السؤال الذهبي، السؤال الذهبي. السؤال الذهبي، والله انك وحش. والله العظيم ما فيك حيلة. ما شاء الله تبارك الرحمن عليك، قلت ما شاء الله. خايف خايف من العيلة بعد. فهد من اللي اختارك الباب انت؟ لا ولد عمي. ولد عمك الحين بيحاسرك بالجائزة، يقول لك 2500 لي و2500 لك. يلا فهد شوف، أهم شيء تجاوب على السؤال. إن شاء الله. زين. قصر على صوت التلفزيون عشان تسمعني عدل. إن شاء الله. سؤالك يقول عام 2015 يصادف الذكرى الفراغ لتأسيس شبكة الجزيرة. عام ايش؟ عام 2015 السنة ذي. ايوه. يصادف الذكرى، ذكرى عام لتأسيس قناة الجزيرة، شبكة الجزيرة. عارف شبكة الجزيرة؟ تابع انت قنوات الجزيرة؟ ان شاء الله اكيد اتابع. حلو. عندهم الحين ذكرى مثلا قناة الريان قريب نحتفل بالذكرى السنوية لمرور 4 سنوات. ايه. طيب شبكة الجزيرة احتفلوا 2015 بيحتفلون في ذكرى تأسيس للسنة كم؟ تقويم ثلاثة. لا 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 مش تقويم، مش ما أبي تاريخ، أبي كم كم سنة مثلا قناة الريان. أقول لك قريب بنحتفل بالسنة الرابعة. 1437. ما له خص السنة، ما أقول لك متى تأسست، أنا ما أبي متى تأسست، أنا أقول لك الحين السنة هذه بيحتفلون بالذكرى تأسيسهم، ذكرى رقم كم هذه؟ ذكرى الثانية، الثالثة، كم سنة لها؟ الرابعة، العاشرة؟ 2000. السنة 2000، يعني صار لهم 2000 سنة يبثون على الهواء؟ العاشر. شو لحظة، أنت فهمت السؤال؟ ما أسمع. قول لي أنت فهمت السؤال أول شيء ولا لا؟ إذا ما فهمته قول لي أعيده لك، أبسطه لك. لا ما فهمته. طيب الحين مثلا أنت كم عمرك؟ 15. السنة الجاية إن شاء الله بيصير عمرك كم؟ 16. السنة الجاية ما أسمعك. الثالث. يعني صار لها 3 سنوات بس؟
الثاني اقول لك ثلاث سنوات بس. ثلاث سنوات؟ ثلاث سنوات بس تقول لي الثاني؟ عندك مساعدة؟ لحظة اذكر الله، يقول له يا الله هدي راكلس، امورك طيبة ان شاء الله، بتربح ان شاء الله 5000، بس ركز معي ان شاء الله. انت عمرك 15 سنة صح؟ صح. هم اقدم منك. 18. قربت. 20. شوي. شوف 22. يا اخوي هدي، انا قلت لك 19 قربت، رحت لي 20، قلت لي 18، قلت لي 18، قلت لك قربت، قلت لي 20 شوي، رحت 22، عطني جواب نهائي. 19. هذا جوابك النهائي؟ اي نعم. وش اللي مخليك متاكد؟ اللي عندي اخوي. اخوك؟ ايه. يعني ما انتبهت يوم انا جبت العيد وقلت الجواب؟ لا. طيب الف مبروك عليك، 5000 ريال تستاهل. تستاهل 5000. الف مبروك عليك ال 5000 ريال من اول اتصال، اللهم لك الحمد، راحت ال 5000. الجميل يا جماعه الخير ان فهد كان واثق. ابي باب رقم 10، ايش اللي يطلع لك؟ السؤال الذهبي ان شاء الله. متاكد مثبت؟ طلع على السؤال الذهبي، شيء جميل. طبعا ذكرى 19 في مطلع الشهر الجاري احتفلت شبكه الجزيره الاعلاميه بالذكرى 19 لتاسيسه تحت شعار معا نواصل الرياده. الف مبروك ال 5000 ريال، اتصال كان حماسي شوي. طبعا خلوني اذكر بالمحل اللي انا موجود فيه واقول لكم، طبعا انا قلت لكم انا من محل من قسم سوق الطيور اليوم، لكن المحل هو مثل ما تشوفون قدامكم على الشاشه، الرخيه لبيع الصقور، هذا محلنا اليوم. وان شاء الله الرحيبه انا غلطت، الرحيبه لبيع الصقور. طبعا موسم موفق ان شاء الله لجميع الصقاقير، نشوف شوي في السوق انقطاع الشواهي من السوق، لكن اتمنى موسم موفق للجميع. وفي مزاد يقام كل احد في سوق واقف تقريبا كل احد لبيع الصقور، وان شاء الله تشوفون النوادر فيه. العنود من الوكره، يا مرحبا. الو. مرحبا. الو. هلا. حياك الله، شلونك؟ بابا. كمية اسمع صوت جاهل صغير عندك. اي والله بنتي. الله يخليها لك يا رب. تبي تشارك معنا؟ والله. ان شاء الله تربح. اي بتربح ان شاء الله، بس اذا نطقت اسم الباب انا راح اخليها تربح بدون سؤال. لا تقولي ستة. لا ما راح تقول ستة، بتصعبين عليها. زين البيبان بتطلع قدامكم يا هالوكرة، اختاري باب. ستة. خليه تقول ستة. ستة. يا سلام يا سلام، الله يحفظها يا رب. زين يلا باب رقم ستة، افتح يا باب. الحق ما تلحق، شفت شلون انطقت وطلع لها الحق ما تلحق. يلا والله انا بالمطار الحين. مسافرين؟ لا والله نجيب خدامتنا. زين مستقبلين مسافرين. طيب الله يطرح على الخدامه البركه ان شاء الله. طيب امين. طيب ابيك تركزين، عندك حد يشيل البنت منك؟ يلا عشان تركزين، ابيك تسمعيني وتركزين معي عدل، وانا بعد عشان اسمع تعدل. اوكي يلا. اسمع الظاهر وصلت الطياره، صوت سعاد. لا اسمعك انا. زين ركزي معي، عندك 5 أسئلة، جاوبي عليها تربحين 3000 ريال. مركزة معي عدل؟ لا. يلا نتوكل على الله. بدأت الدقيقة. يقع برج برزان على مشارف سوق واقف، صح أم خطأ؟ خطأ. 1000 ريال. عندما تأسست جامعة قطر عام 1977 ضمت في بدايتها 10 كليات، صح أم خطأ؟ صح. جابتك غلط. ركزي، من اشهر الجزر القطريه جزيره حالول وشرعاء والاسحاط، صح ام خطا؟ صح.
مدينة دخان هي من أولى مواقع استكشاف وإنتاج النفط، صح أم خطأ؟ خطأ. جابتش غلط. ركزي، أنشئ مصرف قطر المركزي في عام 1993، صح أم خطأ؟ صح. ربحتي معانا 2000 ريال، تستاهلين. مشكورة. هذا أول راتب الخدام اندفع، تستاهلين، ألف مبروك عليك. يا مرحبا بك. خلونا نذكر المعلومات بشكل سريع. يقع برج برزان على مشارف سوق واقف، صح ام خطا؟ خطا. برج برزان يقع في مدينه ام صلال محمد. عندما تاسست جامعه قطر في عام 1977 ضمت في بدايتها 10 كليات، صح ام خطا؟ خطا. ضمت 4 كليات فقط، وهي التربيه والانسانيات والعلوم الاجتماعيه والشريعه والقانون والدراسات الإسلامية والعلوم. طبعاً هي 4 كليات تخصصات متفرقة. من أشهر الجزر القطرية جزيرة حالول وشراعة والأسحاط، صح أم خطأ؟ صح أكيد. مدينة دخان هي من أولى مواقع استكشاف وإنتاج النفط، صح أم خطأ؟ صح 100%. أنشئ مصرف قطر المركزي في عام 1993، صح. واضحة؟ ألو، السلام عليكم. يا مرحبا بهالعزية، اليوم في تشكيل في الاتصالات. يا مرحبا ومسهلا، حلو. حياك الله، واضحة. الله يحييك. شلونك طال عمرك؟ طيب الحمد لله. عسى دوم يا رب. واضحة، متى آخر مرة جيتي سوق واقف؟ قبل أمس. قبل أمس؟ إيه. حلو، شلون الأجواء؟ رائعة بس حر. حر؟ إيه. يعني نفس قبل 3 شهور وشهرين؟ لا شوي يعني. قول الحمد لله، زين يعني الأجواء حلوة. إن شاء الله يا رب تبرد بعد الأيام الجاية، إن شاء الله أبرد. اليوم والله شوي رطوبة، شوي شيء خفيف. والله. لكن إن شاء الله تبرد الأجواء، سوق واقف حلو بجوه وكل أجواء. يلا. البيبان بتطلع قدامك على الشاشة، اختاري باب. راحة وبابين، وبداية الحلقة موفقة، كلها جوائزنا. الذهبي راح. الحق ما تلحق، حلو. عندك من 1 لين 12، ما راح منها الا بابين، اختاري. رقم 8. شو تتوقعين؟ ان شاء الله الحق ما تلحق. ان شاء الله يا رب. باب رقم 8، افتح يا باب. الحق ما تلحق. حلو. اليوم متصلين، حظهم حلو صراحه، حظهم حلو. يلا عندك 5 أسئلة، الجواب الأول بألف، اللي بعده 500 ريال، تربحين كم؟ ألف ومن بعدها 500. إي يعني تربحين 3000. إي. إذا تبين ألف بس قولي لي. تبين ألف بس؟ لا. أنت شوفي، أول شيء صحصحي معاي، أبي تفاعل، أبي ردود سريعة. أنت الحق ما تلحق الحين، الحق ما تلحق، لازم ما خلص السؤال إلا إجابة جايتني على طول. زين؟ إن شاء الله. يلا شدي حيلت. بدأت الدقيقة. حقل الغاز الطبيعي في الشمال يمتد على مساحة 6000 كيلو متر مربع، صح أم خطأ؟ خطأ. جابتك غلط. ركزي، جهاز قطر للاستثمار تأسس عام 2010، صح أم خطأ؟ خطأ. 1000 ريال. ستاندن هي جامعة برازيلية لها فرع في قطر، صح أم خطأ؟ خطأ. جميل. اليوم الرياضي يقام يوم الثلاثاء من الأسبوع الثالث من شهر فبراير من كل عام، صح أم خطأ؟ صح. جابتك غلط. السدو هو حرفة النسيج وحياكة الصوف، صح أم خطأ؟ صح. لو قايلة خطأ كان زعلت. كم ربحتي؟ 2000 ريال. بقول لك المعلومات وشوف ايش اللي غلطت فيه، والف مبروك عليك. حقل الغاز الطبيعي في الشمال يمتد على مساحة 6000 كيلو متر مربع، صح ام خطأ؟ صح. جهاز قطر للاستثمار تأسس عام 2010، صح ام خطأ؟ خطأ. تأسس عام 2005. ستاندن هي جامعة برازيلية لها فرع في قطر، صح ام خطأ؟ خطأ. هي جامعة هولندية افتتحت
افتتحت فرع في قطر عام 2000 وتمنح الجامعة درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال ضمن تخصصات إدارة الضيافة الدولية والسياحة، مش جامعة برازيلية، جامعة هولندية. اليوم الرياضي يقام يوم الثلاثاء من الأسبوع الثالث من شهر فبراير من كل عام، صح أم خطأ؟ خطأ، يقام الثلاثاء من الأسبوع الثاني وليس الثالث من شهر فبراير من كل عام. السدو هي حرفة النسيج، صح أم خطأ؟ صح. بطلع معكم فاصل قصير لأنه والله نفسي انقطع من بداية الحلقة. فاصل قصير راجع لكم، استعدوا، أسئلتنا اليوم مثل ما شفتوا حلوة وسهلة وبسيطة وفيها معلومات، خلكم معنا. حياكم الله مجددا مشاهدينا ومستمعينا الكرام من محل الرحية لبيع الصقور في قسم الطيور في سوق واقف. رجعنا لكم، أسئلتنا رتبتها لكم ترتيب، أول متصلين إن شاء الله كلهم راح يفوزون، للأصعب للأصعب للأصعب، لكن أبي منكم تركيز، أبي منكم بس تركيز وراح تجاوبون وراح تنبسطون وراح تفوزون صدقوني. يلا لحد الحين ما في خسارة اللهم لك الحمد. بداية الحلقة كانت جدا جميلة، راحت جوائز قيمة بالبداية وهذا شيء حلو، إن شاء الله كل الحلقة كذا. يلا محمد، حياك الله أبو جاسم. مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك يا محمد. كيف الحال؟ عساك طيب؟ طيب جالك طيب خير. محمد قصر على صوت التلفزيون ولا تهم. إن شاء الله. يا مرحبا يا محمد. مرحبا مرحبا. الله يرحب بك، وينك يا محمد؟ موجود والله قاعد في المجلس. ايه ما طلعت، ما تمشيت اليوم جمعة؟ لا والله ما في طلعه. يلا حلو، ان شاء الله تاخذ جائزتنا وتربح وتنبسط وتستانس عقب تطلع تمشي. حلو ان شاء الله. يلا توكل على الله، بيبانا تطلع قدامك على الشاشة يا ابو جاسم، اختار لك باب. يلا. اي باب تبي؟ ان شاء الله نقول واحد. شو تتوقع؟ اتوقع خير ان شاء الله. اكيد خير يا محمد، تفتح الباب يطلع لك كيلو طماط، ما عندنا غير الخير ان شاء الله يا محمد. يلا ايبا قول لي، خليك متحمس معايا يا اخي. ان شاء الله السؤال الذهبي ان شاء الله. راح الذهبي يا محمد، راح الذهبي من اول حلقه. زين شوف محمد، انا بفتح الباب انا وياك، نبي نشوف شو اللي ورا، ابي اشوف حظك انا يا محمد وشو. يلا باب رقم واحد، افتح يا باب. الحق ما تلحق، الحق ما تلحق محمد، الحق ما تلحق. حلو. عندك 3000 ريال اذا جاوبت. أيوة. على 5 اسئله، الجواب الاول الجواب 1000 ريال، اللي بعده 500 ريال، 5 اسئله المجموع الكلي 3000 ريال، بس لازم تجاوب عليها بظرف دقيقه. قول لي صح ام خطا، انا اسال وتقول لي صح ام خطا. حلو. ايوه اوكي. ركز معي، ركز معي عدل معك. اوكي مستعد؟ مستعد. زين قصر على صوت التلفزيون، انا قلت لك بالبدايه جاملتني قصرت وعقب رجعت عليت التلفزيون، قصر على صوت التلفزيون اسمعني من التلفون. يلا قصرنا. يلا نبدا. نبدا. بدت الدقيقه. تم انشاء وكاله الانباء القطريه عام 1975، صح ام خطا؟ محمد. هلا. صح صح. 1000 ريال وركز وخليك سريع. يوم انزال السفينة إلى البحر لأول مرة تسمى السنيار، صح أم خطأ؟ خطأ. 1500 أنشئ مجلس الشورى في عام 1972، صح أم خطأ؟ خطأ. ركز يا محمد، تضحك والجابة غلط. يقع مسجد عمار بن كعب في قرية العذبة بمدينة الشمال، صح أم خطأ؟ صح.
السلام عليك. قلوبنا موارد عزنا كان شعار اليوم الوطني عام 2014، صح ام خطا؟ صح. جابتك غلط، قاعد اقول لك خطا وتقول لي صح، جابتك غلط. ربحت 2000 ريال، تستاهل يا ابو جاسم. واسمع الاجابه اللي غلطت فيها، بقرا لك الحين اجاباتك. والف مبروك عليك، شكرا لمشاركتك. تم انشاء وكاله الانباء القطريه عام 1975، صح. يوم انزال السفينه البحر لاول مره يسمى السنيار، صح ام خطا؟ خطا. يسمى يوم الرجيه. انشئ مجلس الشورى في عام 1972، صح ام خطا؟ صح. طبعا مجلس الشورى يتالف من 35 عضو. يقع مسجد عمار بن كعب في قريه العدوى مدينه الشمال، صح ام خطا؟ صح. المسجد هذا انشئ في 1960 يا جماعه، مسجد جدا قديم. قلوبنا موارد عزنا كان شعار اليوم الوطني القطري عام 2014، صح ام خطا؟ خطا. وعملتنا بالصدق والنصح والنقاء هو شعار اليوم الوطني سنة 2014. الله يعيدها، الله يعيدها الأيام على خير إن شاء الله. أماني، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بهالمدينة خليفة. الله يحبك، يعطيك العافية. مرحبا، الله يعافيك. اليوم الأمانة جميل أن جميع المناطق في الدوحة قاعد تشارك معنا. يا مرحبا بكم، الله ومسهلا. ونبي بعد اللي برا قطر بعد تشاركون، حياة الله. أماني، الله يحييك. هلا أبوي. الباب الذهبي راح من اول حلقه، كنت حاطه باب بالت وراح. والحق ما تلحق، الحق ما تلحق، شكله بعد راح. لا والله ما راح للحين، عطاير. لا 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 لا. ها آه. يلا الحق ما تلحق ان شاء الله. بس تبي هذه حركه سريعه، الحق ما تلحق. للحين والله موجود. والله زين. اي عيل، نتوكل على الله ونقول نتوكل على الله ونفتح البيبان اول شيء، عقب تختارين. يلا البيبان قدامك على الشاشة، شوفي الباب اللي تبينه. 2 3 4 5 9 7 12 11. ناخذ 3 إن شاء الله. شو تتوقعين؟ إن شاء الله الحق ما تلحق. أنا حسيتك مو متفائلة، تقولين بيطلع لي على الطاير، بيطلع لي على الطاير. يلا نفتح الباب. توكل على الله. باب رقم 12. أيوة أوكي، يلا اختاري 3 ولا 12. ها فيهم؟ ها قولي. 12. 12 باب رقم 12، افتح يا باب. سؤال على الطاير. أماني الله يعينك، لو طلع 3 الحق ما تلحق. الله يعينك. زين، أول سؤال، أول سؤال على الطاير في حلقتنا اليوم. سؤالك يقول: جزيرة سياحية قطرية افتتحت في عام 2015، ما اسمها؟ والله اني مختار لك اسهل سؤال. جزيرة بنانا. جزيرة بنانا، كم مساحتها؟ مساحتها صح 162,000، صح ممتاز. طيب ايوه زين، كم قاعد تشيد هذه المدينة او هذه كم جزيرة، كم قعد تشيدها يعني بناءها، كم قعد، كم استغرق، كم خذ من وقت؟ ها كم استغرق الوقت اللي بناها؟ ايه 18 شهر، صح. احسنتي، صح ممتاز. الف مبروك عليك، ربحتي 1000 ريال، جاوبتي صح. جزيرة منتجع بنا. طبعا السؤال هو الاول اللي جاوبتي عليه انت، بس اللي قلته انا معلومه لك. الف مبروك عليك، ربحتي 1000 ريال وتستاهلين. والف الف مبروك. ام علي من العزيزية. نعم. حياة الله يا ام علي، يا مرحبا بك. الله يرحب بك. يا مرحبا وسهلا. ام علي، ام علي. نعم. شفت ناديت 3 مرات، يلا سمعتيني. قصري على صوت التلفزيون عشان تسمعيني على طول. ان شاء الله. يا مرحبا بك يا ام علي. ام علي، الله يرحب. نعم. بطلع لك البيبان قدامك على الشاشه، اختاري باب. على خير. أم علي، أي باب تبين؟ والله إن شاء الله 5. باب رقم 5، نفتح الباب يعني؟ إيش رأيك 5 ولا 7؟ والله أنا ما أدري إيش اللي ورا البيبان، لو أنا وراها والله كان قلت لك اختار الزين فيها، لكن ما أدري إيش اللي وراها. خمسة إن شاء الله، توكل على الله. زين، باب رقم 5، افتح يا باب. سؤال على الطاير يا جماعة، لا أحد يقول خلصت بيبان
الحق ما تلحق، ترى عندنا بيبان الحق ما تلحق لحد الحين والله. زين، سؤال على الطاير، تبين سؤال ولا فيديو؟ معلي سؤال ولا فيديو؟ سؤال. طيب سؤال، يقول لك سؤالك، في أي دولة يقام أولمبياد الروبوت العالمي 2015؟ أم علي الله يجزاك خير، اسمعيني من التلفون، قصر على صوت التلفزيون. لا قصر على صوت التلفزيون لأن الصوت يرجع وفي تأخير. سؤالك سهل يا أم علي والله، من تقيلة نقوى بعد. عود السؤال لو سمحت. في أي دولة يقام أولمبياد الروبوت العالمي 2015؟ في مسابقة للروبوت الرجل الآلي، مسابقة في أي دولة في أي دولة تقام 2015؟ في أي دولة تقام؟ والله ما أدري، ساعد الله يرضى عليك. معلي جاوبي على الأقل، أي دولة يعني وش اللي يخطر في بالك قولي، وش اللي يخطر بالك تقولي؟ ما ادري يمكن تطلع اجابتك صح بدون لا ساعدك. يلا يا معلم اه قولي اي شيء. دولة خارجية ولا؟ يعني في دولة داخلية يعني غير قطر؟ ما في. قولي. في خارجية قطر؟ دولة قطر. الحين معلي لحظة، لا نتفق على شغلة، دولة خارجية قطر شلون؟ خليجية قلتي ولا خارجية؟ لا أنت قلتي خليجية ولا خارجية؟ لا لحظة أوكي، أنت قلتي دولة خارجية ولا خليجية؟ لا خليجية. طيب إجابتك شنو؟ اجابتي غلط. خلاص اجابتك صح، الف مبروك عليك، اجابتك صح، ربحتي 1000 ريال. هي دولة قطر. اولمبياد الروبوت العالمي حدث عالمي كبير ينظم في الدوحة للمرة الاولى، حيث يشارك الالاف من طلاب الروبوتات من قطر واكثر من 50 دولة اخرى. ارجوكم يا جماعة الخير اللي يتصل يقصر على صوت التلفزيون. ليش؟ انت تسمعني من التلفزيون غيرنا متسمعني في التلفون، المتصل انا وياه قبلكم يا مشاهدينا بخمس ثواني تقريبا او عشر ثواني، فالصوت يوصل متاخر. واعتقد سمعت كلكم اتصالي مع علي شلون صوتي يرجع عقب ما اقول كلام واخلص. يلا دلال، حياك الله يا دلال. السلام عليكم. مرحبا والله ومسهلا يا دلال، هلا وغلا. سند عبد الله. يا مرحبا ومسهلا دلال، كم عمرك؟ 10. العمر كله قولي امين. امين. دلال ايش تبين تصيرين اذا كبرتي؟ دكتورة. يا رب يا رب تصيرين احسن دكتورة في قطر ان شاء الله. دلال البيبان بتطلع قدامك على الشاشة، حبيبي تختاري بقى ان شاء الله. الله عجبني الام مالت التفكير هذه، حلو. يلا يا دلال. 4 ان شاء الله. 4 ان شاء الله، ما شاء الله تبارك الرحمن عليك يا دلال، تنفعين مذيعة ترى انتي، ما شاء الله عليك متحدثة. يلا باب رقم 4 قولي افتح يا باب. افتح يا باب. افتح يا باب، الحق ما تلحق، تستاهلين يا دلال. دلال. نعم. الله ينعم عليك دلال، ابيك تركزين معاي. ساعدني شوي. عيوني لك دلال، قولي لي الحق ما تلحق، سؤال شنو؟ كم سؤال عندنا؟ 5 أسئلة. 5 أسئلة. الجواب الأول بكم؟ 1000 ريال، يعني كله 500 ريال. يا سلام عليك، يا سلام عليك يا دلال، الله يحفظك ما شاء الله تبارك الرحمن عليك، الله يحفظك يا رب. دلال عندك دقيقة، خلت سريعة. دلال خلت من اللي جنبك كله، ركزي معاي أنا بس. طيب إن شاء الله. طيب بدأت الدقيقة. الفيل هو أقوى الحيوانات ذاكرة، صح أم خطأ؟ خطأ. 1000 ريال. طارق بن زياد هو القائد العربي الذي فتح بلاد الأندلس، صح أم خطأ؟ صح. 1500. أنشأت وزارة الثقافة والفنون والتراث في عام 2008،
صح أم خطأ؟ صح. ممتاز. تم إنشاء إدارة نظم المعلومات بوزارة الداخلية عام 1989، صح أم خطأ؟ خطأ. شافتك غلط. ركزي، الهوري هو قارب صغير، صح أم خطأ؟ صح. 2500 ريال، ألف مبروك يا دلال. سهلين حبيبتي، الله يحفظك. الله يبارك فيك، مشكور، ما قصرت. العفو يا بعد راسي، العفو. الله يخليك لأهلك إن شاء الله ويحفظك. الفيل هو أقوى الحيوانات ذاكرة، خطأ. الجمل سفينة الصحراء هو أقوى الحيوانات ذاكرة. طارق بن زياد هو القائد العربي الذي فتح بلاد الأندلس، صح أم خطأ؟ صح. أنشأت وزارة الثقافة والفنون والتراث في عام 2008، صح أم خطأ؟ صح. تم إنشاء إدارة نظم المعلومات بوزارة الداخلية عام 1989، صح. الهوري هو قارب صغير، صح. طبعا منحوت من جذوع الأشجار أو من الخشب يعني. جميل جميل جميل. الحين وصلنا معاكم للفاصل الأخير اللي بناخذ كم اتصال، عقب بقول لكم من اللي فاز في أجمل صورة هاشتاق البرنامج، عقب عاد بشرح لكم بعد الفاصل ان الصور كلها حلوة وكذا وكذا، عارفين انتم. فاصل قصير، راجع لكم، خلكم معانا. حياكم الله مجددا بعد هذا الفاصل مشاهدينا ومستمعينا الكرام، يا مرحبا ومسهلا بكم. هذا الفاصل الاخير من برنامجنا، بناخذ منكم كم اتصال وايضا بنعلن عن الفائز في جائزه او مسابقه عكس، اللي هي مسابقه الانستغرام. واعيد واكرر، سميناها عكس لان المصور قديما كان يطلق عليه العكاس. الجائزه 3000 ريال على الهاشتاج، هاشتاج حياكم اندرسكور، في اندرسكور سوق اندرسكور واقف، ادخلوا الهاشتاج وتفرجوا على الصور على ما نعلن عن الفائز. بينك وبين نفسك سوي تحدي، شوف اي صوره اللي راح تفوز. معانا اتصال من ام هشام، يا مرحبا بك يا ام هشام. السلام عليكم. يا مرحبا بهل السعوديه. الله يحييك، متابعتكم شرف يا اهل السعوديه واهل الخليج وجميع من يتابعنا، يا مرحبا بكم وسهلا والله. شلونك يا ام هشام؟ الله يحييك ان شاء الله. مشام متابعة قديمة للبرنامج ولا جديدة؟ آه والله من بداية البرنامج. وشاركتي من قبل ولا أول مرة؟ لا أول مرة. حاولتي؟ حاولت والله كثير. وطلع لك خط اليوم بالصدفة؟ اليوم الحمد لله نصيب، اللهم لك الحمد. قبل كنت زعلانة علينا أكيد؟ لا لا الحمد لله زين. لا شو، في ناس تزعل علينا ما طلع خط تزعل. ما تدري والله إن اتصالهم بس يعني لنا شيء كثير، واتصالهم يأكد لنا البرنامج ناجح والله. على قناة الرياض. هذه قناتكم والله العظيم، قناتكم وحنا عيالكم وتحت أمركم بأي وقت. يا مرحبا بك ومسهلا. من وين من السعودية قلتي لي؟ من وين من السعودية أم هشام؟ من الرياض. يا مرحبا بهل الرياض، يا مرحبا ومسهلا، حياكم الله. البيبانة بتطلع قدامك على الشاشة، اختاري لي باب. أم هشام وينت؟ رقم 7. باب رقم 7، افتح يا باب. باب رقم 7، الباب علق، فتح الباب. سؤال على الطاير، سؤال على الطاير. أم هشام، أم هشام ايوه معك. وينت يا أم هشام؟ ليش تردين علي متأخر؟ خلاص الصوت بعيد شوي. زين تبين اعلي صوتي؟ انت أيوة تسمعيني من التليفون ولا من التلفزيون؟ لا بالتليفون. حلو زين. ام هشام سؤالك سهل، جيتي من قبل الدوحه ولا لا؟ لا والله ما جيت. طيب ان شاء الله يا رب تكون لك زياره قريبه وتشرفونا في دولتكم الثانيه قطر.
يلا سؤالك يقول: المنفذ البري الرئيسي لدولة قطر وشو؟ المنفذ الرئيسي اي اللي يبي يجي الحين انتم المنفذ السعودي ابو سمرة احسنتي ممتازه 1000 ريال تستاهلين عقبال ما ان شاء الله نشوفك مشرفه مركز ابو سمرة ودخوليه للدوحه ان شاء الله ان شاء الله يا مرحبا ابو تمسله الله يعافيك يا مرحبا ومسلم طبعا يقع في الحدود الغربيه الجنوبيه منفذ ابو سمرة الله يعطيهم العافيه هم وجميع القائمين على هذا المركز اللي مشرفنا للامانه واجهه الدوله البريه وهم اللي يستقبلون ضيوفنا ودائما كل فعاليه تلقاهم مستقبلين يا بورد يا بترحيب يا بوجه بشوش وابتسامه بيضني وجهنا بيض الله وجهكم جميع يا اهل ابو سمره معانا من انفجر حياك الله يا انفجر السلام عليكم حياك الله بن عمران من زمان ما جانا اتصال منكم نسوي خطوط والله بعد الخطوط طايره لا ان شاء الله ان شاء الله الحمد لله اللهم لك الحمد وحاولوا ما نبيكم تياسون حاولوا لين ما يطلع خط ما يدري الواحد نصيبه وين يا مرحبا بكم السلام الله يعطيك العافيه انفجر اسئلتنا صعبه ولا سهله؟ باب رقم 11 صبر قبل الباب سهله ولا صعبه الاسئله؟ الاسئله سهله ولا صعبه؟ ايش فيه؟ لا والله حلوه الاسئله حلوه حلو اجل البيبان بتطلع قدامك على الشاشه شوف يمكن تغيري رايك عن 11 يلا هذا البيبان قدامك على الشاشه تبين اي باب؟ اختار باب 11 ان شاء الله 11 ثبته؟ باب رقم 11 افتح يا باب وسؤال على الطاير سؤال على الطاير فيديو ولا سؤال فيديو ولا سؤال سؤال طيب سؤال سؤالك يقول مشروع يقع في قلب الدوحة وتتولى تنفيذه شركة تابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم سنت والله احسنت للحين ما كملت السؤال 1000 ريال تستاهلينها وبجداره بعد 1000 ريال تسلم يعطيك العافيه الله يعافيك مشروع مشارب المميز باسمه مشروع مشارب قلب الدوحه 1000 مبروك وتستاهلين يا رب نفرح كلنا بافتتاح هذا المشروع الضخم اللي شرفنا دائما ومشرفنا ان شاء الله وانا متاكد ان شوف 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 المنظر هذا قبل لا اكمل كلام شوف قاعد يتعلمون ان شاء الله يتعلمون على الدعوه من الحين رابطين حمامه والله يعين الحمامه شوف الطبيب قاعد ياشر له شلون تطير الحمامه الله يخليهم ان شاء الله يطرح بهم بركه هذه الاجواء والله المميزه في سوق واقف بالتوفيق ان شاء الله ومثل ما كنت اقول عن مشروع مشارب ان شاء الله يا رب كلنا نفرح بشوفه هالمشروع ام عبد الله مرحبا وسهلا ام عبد الله مرحبا شلون طال عمرك نعم شلونك طيبه الحمد لله طيب الله يرضى عليك عسى دوم يا رب عسى دوم يا مرحبا بك ومسهلا بيبان قدامك مع عبد الله اختاري باب الاخير اي باب يا عبد الله رقم 9 ان شاء الله باب رقم 9 افتح يا باب سؤال على الطاير مع عبد الله نعم فيديو ولا سؤال سؤال ان شاء الله سؤال سؤال ان شاء الله طيب سؤالك تقول في اي او متى تاسس اول قسم لشرطه الاطفاء في قطر الدفاع المدني متى تاسس اول قسم لشرطه الاطفاء في قطر تاسس ايش متى تأسس أول قسم للشرطة الإطفائية في دولة قطر الجيش لا متى يعني أعطيني تاريخ متى تأسس والله ما أدري أعطي احتمالات ما من احتمالات لكن أعطيني أنت قولي لي 1900 جميل 67 أقدم 1955 اللي جنبك نقلتك الإجابة منو
والله اخذها من جوجل. لا من جوجل، انا داري انها من جوجل، لكن والله ليش تعقتني. زين هذا اجل، هذه تستاهل عزيمه. الله الله فيها، عزميها عزميها بجائزتك 1000 ريال اللي ربحتيها، تستاهلين 1000 ريال، مبروك. يا مرحبا بك. تأسس أول قسم للشرطة الإطفائية الدفاع المدني في 1955. معنا بعد اتصال فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله يا المعيدل، شلونك يا فاطمة؟ الله يحييك، الحمد لله، أخبارك أنت؟ الله يعافيك ويسلمك، يا مرحبا بك يا فاطمة. فاطمة شاركنا معاكم. ما سمعت. أقول زوم شاركنا معاكم. يا مرحبا بك ومسهلا وابرك الساعات انك شاركتي. ما في خط صح؟ ايه لا عادي. طيب يلا يا فاطمة، البيبان بتطلع قدامك على الشاشة، اختاري باب. يلا يا فاطمة، انا ناوي ان شاء الله نحاول ناخذ كل الاتصالات. اختاري باب، اثنين ولا ثلاثة؟ ثلاثة. ثلاثة، افتح يا باب. افتح يا باب. سؤال على الطاير، سؤال على الطاير. سؤالك يقول، مستعدة؟ ايه ان شاء الله. سؤال ولا فيديو؟ لا سؤال. كلكم سؤال، تدورون السلامة. زين. زين جربي فيديو. أنا مسؤوليتك إذا طلع صعب وخسرت. لا لا مو على مسؤوليتي. زين شوفي أجل، شوفي على مسؤوليتي بعطيك فيديو، والفيديو لمنطقة. يلا فيديو. نطلع فيديو على مسؤوليتي، ازهلي. يلا أوكي. بس عاد أعطيني جواب، هذه المنطقة قدامك. هذه المنطقة قدامك، كان عندنا سؤال من قبل شوي على هالمنطقة وغلط فيه المتصل. وين هذه المنطقة؟ بو شمرة ولا الدوحة؟ لا شوفي، شوفي الدوحة، شوفي البحر، شوفي البحر من هناك، شوفي البحر. يا سلام. شمال؟ لا لا لا، أنا وين ساكن؟ الشحنية. قريب مني، لا الشحنية ما فيها بحر، إن شاء الله الله يسمع منك. قريب مني، أقرب بحر لي وين؟ والله ما أدري، ساكن منطقة فيها بترول وفيها إنتاج بترول. فيها بترول؟ إي مصانع فيها. سعيد؟ لا الشحنية كمل سيدة، وين أروح؟ وش اللي جنب الشحنية؟ فيها قريب، فيها قريب قريب منها مستشفى الكوبي بعد. مستشفى الكوبي وين؟ الكوبي مش الكوبي. ساعدني. والله قاعد أساعدك. والله ما أعرف واجد يعني في كذا. زين شوفي الحين الشحنية، أبى أروح البحر. إيه. إيه. أخذ الشحنية ما أروح الريان، لا أرجع كذا، وين أروح؟ كمل سيدة. سد. سد سد فيها بحر، منين لها بحر؟ أنا ماني مخسر، جاد توزين، أنت خليت السؤال على مسؤوليتي. وين منطقة فيها بحر؟ أبي أسألك سؤال. أوكي. إذا شغلت، إذا شبيت البخور شو طلع منه؟ تخان. تخان. شو اسم المنطقة؟ تخان. تخان، مبروك 1000 ريال تستاهلين. مشكور. هيا الله، هذه المنطقة قدامك على الشاشة هي منطقة الدخان. داهمنا الوقت ولا كان ودي بعد أخذ اتصال والله. يلا الحين نطلع قدامكم الصورة، ماني قايل أجمل صورة في الهاشتاج، كل الصورة حلوة. الصورة اللي فازت في هاشتاج قناة الريان وبرنامج حياكم في سوق واقف، هذه قدامكم على الشاشة الصورة فازت، واللي فاز فيها يونس الوقور. ألف مبروك يا يونس، ألف ألف مبروك يا يونس الوقور، ربحت معانا 3000 ريال، 3000 ريال لأجمل صورة من سوق واقف. أبيكم كلكم يا جماعة الخير، كاميراتكم، بناتنا وشبابنا، تمشوا في سوق واقف، الكل يحب يطلع ويتمشى ويستانس، تعالوا سوق واقف، جو حلو، الأجواء الحين بدأت تعدل أحسن من أول، وحنا اشتانا قصير، تعالوا استانسوا، استغلوا هالأوقات هذه، تعالوا خميس جمعة يوم عادي. طبعا أفضل الخميس والجمعة لأنكم تأخذون أكبر عدد من اللقطات، زحمة ناس ممكن تأخذ لقطة لطفل. أمس الصورة اللي فازت معانا طفل على عربانة مع الحمالي، يعني صورة جدا معبرة وحلوة، ومبين الطفل ما يدري، عفوية
شوفوا اللقطات هذه. طبعا تراعون اكيد انتم هالقطر عارفين، تراعون خصوصيه الناس، طلعوا لنا صوره حلوه من سوق واقف كامل. عندك الخيول، عندك سوق الحرف، ترى سوق واقف فيه اشياء كثيره وعديده. سوق الحرف ورا القهاوي الشعبيه، عندك القهاوي الشعبيه، عندك الكافيات، عندك محلات الملابس، عندك سوق الحمام والحيوانات عزكم الله، عندك اشياء كثيره موجوده في سوق واقف. الزي الناس اللي لابسه، اللي لابسه في المحلات، اللي تشتغل في المحلات، كل واحد لابس يعبر عن المطعم اللي مثله. كذا وصلنا، تكلمت واجد الحلقه هذه سمحوا لي، وكذا وصلنا نهايه هذه الحلقه من برنامجكم حياكم في سوق واقف. الوعد باذن الله ان الله احيانا الاسبوع الجاي خميس وجمعه معاكم من الساعه 8 لين 9 في برنامجكم حياكم في سوق واقف. تصبحون على خير وفي امان الله.